إذا كان هذا هو الوضع ونتنياهو لا يهبأ ولا يعتم، ماذا سيقدم لأهالي الأسرى الآن؟ ماذا سيقول لهم؟ هو نفس الخطاب المتكرر ونفس الذراع المتكرر بأنه ماضي في حربه على الإرهاب كما يسميه، حربه على الإرهاب، يعني الحرب على حماس، ويريد أن يطمئن الأهالي أنه لن يتكرر 7 من أكتوبر، وهو مستمر أجل الحفاظ على حدود دولة الاحتلال ومن أجل أبنائكم. هذه الذراع وهذه الأجوبة الغير مقنعة بالتأكيد لن تمر على أهالي الأسرى، لأنهم فقدوا الثقة في نتنياهو، ليس أهالي الأسرى، يعني الإسرائيليين سواء الكبيرين بالسن أو النساء أو المدنيين، وإنما أيضا الأسرى الجنود، لأن استمرارية هذه العدوان وهذه الحرب المجنونة على قطاع غزة، كل أسبوع أو كل فترة تعلن كتاب القسام بأن هناك قد قتل أسير لديها من قبل القصف الإسرائيلي الذي يستهدف يعني كل قطاع غزة وكل شبه في قطاع غزة. هذا الاحتجاج المستمر في الشارع الإسرائيلي دليل بأن نتنياهو لا يأبى لهؤلاء الأسرى ولا إلى مطالب أهليهم، وكل هذه المسيرات التي تنطلق أسبوعيا على مدار 3 أيام أو يومين في الشوارع الإسرائيلية وأمام بيت نتنياهو في كيسارية وأمام يعني وزارة يعني ما تسمى وزارة جيش الاحتلال، هو دليل فقدان الثقة وقدرة نتنياهو على تحقيق أو استرداد الأسرى. رغم ذلك هو يحاول تخفيف من الضغط عليه من خلال هذه المسيرات المضارة بإعطائهم بأن يولي أولوية لاسترداد هذه الأسرى وأنه ماضي في سحق حماس أو الشعب الفلسطيني وأن لا يتكرر 7 من أكتوبر، أو يعني إزالة التهديد، يعني تهديد المقاومة الفلسطينية لدولة الاحتلال. كلها خطابات متكررة لن تجدي نفعا لنتنياهو لأنه متعثر في تحقيق أهدافه في قطاع غزة، وأيضا الشارع الإسرائيلي أصبح مدرك بشكل قاطع بأن نتنياهو يراوغ ويضلل الجمهور الإسرائيلي بأنه يستطيع تحقيق يعني الأهداف السياسية التي أعلنها منذ 7 أكتوبر لحد هذه اللحظة وهي فشلت. إضافة لذلك تأكل سمعة إسرائيل وزيادة العزلة السياسية عليها وما جرى في مجلس الأمن وما يجري أيضا في العديد من العواصم والمدن العالم، أكبر دليل بأن بدأت يعني تضيق الخناق على نتنياهو وأصبح الضغط المستمر والمتكرر يتسع ويتعمق في ظل فشل هذه الحرب على القضاء على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية، وفي ظل أيضا هذه هي المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية، وكل ما يرتكبه نتنياهو في هذه الحرب هو قتل يعني المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنية التحتية دون تحقيق أي هدف سياسي أو هدف عسكري. يعني لذلك هو فقط يعني يجيد المماطلة والتضليل والكذب والمراوغة، ويعني يعتقد بأن الوقت لصالحه، وكل يعني كل فترة يحاول تضليل الشارع الإسرائيلي، وأيضا يعني ممارسة الخطاب الذي الديني العنصري، يعني بأن هو الوحيد الذي يستطيع تحقيق النصر على الشعب الفلسطيني وتحقيق النصر المطلق على المقاومة الفلسطينية، وهو الزعيم التاريخي الذي سيسجل في التاريخ الإسرائيلي بأنه استطاع القضاء على الشعب الفلسطيني أو القضاء على، يعني هو الوحيد الذي يستطيع إقامة الدولة الفلسطينية وحق تقرير للشعب الفلسطيني. كلها محاولات لكسب الوقت وللمراوغة والتضليل وارتكاب المجازر الذي سيسجل في تاريخ نتنياهو بأنه هو مجرم حرب وارتكب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. رغم يعني ما يجري في قطاع غزة من ظروف إنسانية صعبة ومجازر وقتل يعني بالعشرات بشكل يومي، لأن ما زال يعني إرادة الشعب الفلسطيني الصامدة والمقاومة الفلسطينية تكبد الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما زال يعاني في تحقيق أهدافه العسكرية في يعني في قطاع غزة، وما زالت المقاومة الفلسطينية قادرة على الصمود والتحدي وقادرة على يعني تكبيد الخسائر في صفوف جيش الاحتلال وألوية جيش الاحتلال، رغم
يعني ما يرتكبه من مجازر وفظائع وإبادة جماعية، لأن ما زالت يعني المقاومة قادرة على السقوط أشكره. والتقدي والتحدي لكسر هيبة هذا الجيش كما كسرته في 7 من أكتوبر، وما زالت قادرة على مرمغة أنف ألوية جيش الاحتلال وجيش الاحتلال. أشكرك دكتور مراد حرفوش الكاتب والمحلل السياسي، أشكرك بشدة على التواجد معي في هذه الحلقة، وأشكرك على كل هذه الإفادة. مشاهدينا الكرام، المنتصف مستمر ونتناول فيه ورقة العرب في الانتخابات التركية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.